بمزيج غريب وتنسيق مبتكر بين مجالين من الفن، فن الرسم وفن صناعة الشوكولا اليدوية، ولدت فكرة إقامة معرض رودينيا، حيث شكلت لوحات الفنانة إيلات قنيزح مصدر الإلهام لتشكيلة جديدة من الشوكولا بارتيكولييه. عن هذا التزاوج الفني، المعرض ولوحاته، بيسعدنا نستقبل الفنانة التشكيلية إيلات قنيزح وميرا سنو. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم صبايا، شرفتونا بعيون بيروت. يعني بتعرفوا هيك معرض بدنا نحكي عنه شوي، فيه تزاوج وتمازج بين الشوكولا وبين اللوحات. كيف ركبت بيناتكم؟ يعني شوكولا شيء والرسم والفن واللوحة شيء؟ يعني هي بالأساس الفكرة فكرتها، أنا وياها رفقة من زمان. أنا دارسة جرافيك ديزاين وبلشت أرسم إلي 6-7 سنين عم بشتغل على الموضوع، وإما فتحت محل شوكولا وإما فنانة كانت تشتغل كتير بإيدها. ترسم وماما عم تعمل شوكولا سو زبطت هيك، نسقتوا بين بعض كيف تعملوا المعرض. إذا بدنا نحكي شوي عن نوعية الشوكولا يلي بتستخدمه، خلونا نحكي بالأول بالنسبة للمعرض وعن اللوحات. في شوكولا معين ممكن تستخدمه للوحات ولا الشوكولا العادي اللي أساساً أنتم بتصنعوه ببارتيكولييه؟ إحنا كل لوحاتنا معمولين من الشوكولا اللي بنستعمله عادةً، اللي هو very high quality chocolate، والرسمات اللي مرسومين عليه كلهم مرسومين كمان أدبل، يعني كلهم كمان يعني كلهم ايه كله بيتاكل. يعني حتى هي هلا اذا بدك بعد شوي بفتحها وفيكم تاخذوا شقفه. بس ديعانا يعني عن جد حرام، ما ديعانا الشوكولا ما يتاكل. بس بالصيف ما بيدوب هذا الشوكولا؟ انتم عم تجربوا ترسموا؟ هلا نحن بالمحل دائما في اي سي داير، بالصيف بالشتاء دائما. هلا لما يروحوا على البيت الواحد لازم ينتبه، يعني لما يكون كثير شوب بالبيت يحطهم بالبراد، بالبراد بالاي سي. عم نشوفها مباشرة على الهواء للشوكولات المرسومة عليها. خبرينا عن هالتحفة الفنية هيدي بحد ذاتها. هلا هي هيدي كل اللي حنعملهم بالمهارات حيكونوا هيك صغير. صغار؟ هلا في صغير وفي كبير، هيدي جبتها بس تشوفوها. اوكي. في طلعوا جاية بسيت ستيل تبع لوحات إيلات، يعني هي جاية بالستايل، هي هيدي أنا عملتها وعاملة شيء بيشبه هي على الشوكولا. اوكي، وهيك نوع من الشوكولا على شكل تابلو، يعني لاي مناسبات اجمالا بياخذون؟ هدايا صغيره مين ما كان. انا حاليا يعني نحن المعرض عاملينه قبل عيد الام، ففي يكون الهديه عيد الام تابلو حقيقي مع تابلو على شوكولا، كله تشوكلت حتى تحت فوق. اذا حدا بده شقفه ما بعرف. هلا بتمزحي بتمزحي بتقربها وندوق صراحة. إيلات أنت اللي عم ترسمي على الشوكولا أو هيدي برنت أوت؟ يعني مثل عاملينها وحاطينها برنت أوت على الشوكولات؟ لا، أنا عم برسم لوحات أون كانفاس عادي، وإما عم ترسم بال يعني الكالرينج تبع الشوكولا على الشوكولا. ليه ما قررتي بما انه انت عم ترسمي اللوحات انه او ما عندك الخبره انك تقدري ترسمي على الشوكولا تحديدا؟ يعني ولا مره مجربه ارسم على الشوكولا، وبعدين كل واحد عنده شغلته. الرسم على الشوكولا مش سهل، لانه دائما لازم تخلي الشوكولا ات سيرتن تمبرتشر، اذا ما معمول تمبرينج ما بيبرد. لا بيبرد قبل بس ما بيبرد بيرجع مضبوط على الشوكولات. ففيها كمان خبره شغل بالشوكولا، منه سهل انه She's a great artist بس مش سهل. بدك تسرحي لها المهنة لوالدتها. تعلمها منها. تعلمها. بتعرفوا صبايا كثير نحن تعودنا هلا كثير ترند، عم نشوف صور اشخاص ان كان على الشوكولا، على حبه الشوكولا او على قالب الجاتو، بس ما بعرف قد ايه هون عم نحكي عن زيت التكنيك قد ايه بتختلف. هيديك اي ثينك برينتينج اكشلي. الفرق انه هيدي اتس اول هاند ميد. يعني هدول كله شوكولا في حدا قاعد وراسم عليه. طب بما انه بياخذوا كثير وقت يعني وهاند ميد، المفروض يكونوا اغلى بكثير من الشوكولا العادي صحيح؟ كرمال المعرض نوت سو ماتش. اوكي. عاملين سبيشل للمعرض مبدئيا. عم جاي تاب افوردبل برايسز للكل يعني. بالحديث عن المعرض إيلات، يعني اي متى هو هالمعرض ووين راح يكون ولقد ايه مستمر؟ هو الافتتاح ب 13 اللي هو بعد 3 ايام نهار الجمعة على الساعة 6 ببلش، من 6 ل 10. وباقي الجمعة من 14 ل 18 حنكون فاتحين من 10 الصبح للساعة 9 عشية. وين؟ بمحل بارتيكولير تبع بالحمرة. يس، بالحمرة مقابل مطعم سكرات.
اوكي. قديك يلي هيك خبرتون عن هالفكره يمكن انصدموا او رحبوا بالفكره؟ ما بعرف يعني شو كانت رده الفعل عند العالم؟ يعني اجمالا في صدمة. ايه؟ وبدك تفسر كذا مره ليوصل الكونسبت لانه منو يعني شيء جديد، منو معودين على فكره لوحه والشوكولا اللي مثلها او مستوحاه منها. بتعرفي نحن وعم نقرا ديانا يعني وانا كنا عم نتساءل شو يعني، فهلا قلت لها انا انه اول مره بيقطع معي هيك حديث انه معرض بالشوكولا وبنفس الوقت في لوحات. اللوحات اللي حتكوني عم تعرضيها إلات انت شخصيا يعني طبعا حضرتك كفنانه وكرسامه، شو الكونسبت تبعهم؟ شو الثيمز تبعهم؟ ابستراكت؟ لا بنفهمهم عادي، كلاسيك، نيو كلاسيك، شو الوضع؟ لا هن ابستراكت انسبايرد باي افريكان وترايبل ارت، كثير ملونين. يعني بلكي من اسمهم ممكن تشكي شو معناتهم، بس هو ذير فيري بيرسونال ليطلع لي اكزاكتلي يعني هي اشياء انا حاسه فيها ورسمتها. فمش بالضرورة كل العالم تشوف نفس الشيء، في كتير أشياء مثلاً اللي بيشوفوا لوحات بيقولوا إنه أنا بتوحي لي هيك، كون أنا مش مفكرة بالموضوع، بس بيكون بالنسبة إلهم حسب هن كيف حاسين أو عم بيفكروا بيشوفوا شيء تاني. ما في معنا ولا صورة لإلك كيف رسمة؟ في صور على الدي في دي. على الدي في دي على هلا مش مفروضين نروح نشوفهم صراحة. كثير في تركيز إيلات عندك على الألوان، يعني حتى بالتياب يعني في تركيز على كل شيء فريش، على كل شيء كولرز. قد ايه أنت متفائلة بالحياة؟ قد ايه بتحبي الألوان؟ هون عم شوف عم نشوف صورة كمان صورة. هيدا شوكولا. أوكي هون حاطين له هيدا بيت كأنه معمول. لا هيدا إتس تشوكلت كيك. تشوكلت كيك؟ بس ما بعرف ليه انكلودد إت. It's an example من شو بيعمل particular. Okay. هذا it's chocolate people محطوطين على كيك العرس. مسيو مدام يعني. مسيو مدام عمودين. بيتاكلوا عادي. كله عادي. بيتاكلوا حملون العروس والعروس نهار العرس اللي يركضوا فيه. طب هيدا من جوا كيف بيجي؟ فاضي ولا؟ الجاتو تحت وهن اثنين بيبل هلا ياسوا يعني. كبار يعني. عندهمين كثير شوكلت حاطينهم انه زينه وكمان صار حلوين. ايه بس من جوا انا بدي افهم اذا مفرغين. مفرغين شوي. مفرغين. They're really heavy. اكيد اكيد. وبصيروا بدهم يحطوا شوكولا اكثر من اللزوم، وبتعرف الشوكولا بحد ذاته بالعالم صار هلا عم بيصير مقطوع واغلى. بي كيف. هون كمان عم نشوف، بتعرفي فينا ناخذهم جيفتس او فينا ناخذهم هدايا يعني. هيدي مطره، هيدي جاي مع المطره تا يخبطوا فيها قبل ما يكبروا. نيو كونسبت عاملينه، بتضربي الشوكولات تكسريها ان يو ايت ذا بيسز. اه حلو. نايس. حلو. من وين بتطلعوا بالافكار بنات؟ هلا موستلي من المعارض، من كل شيء انت بتفكري فيه. يعني بالنهايه اللي عم بيعملوا اللي عم نعمله للبنان غير اللي بيعملوه برا لبلادهم، لانه رحنا بيطلبوا اللبنانيه غير قصص. فمثل ما فكره المعرض اجت من حاجه ومن يعني ايراد كان بدها تعمل معرض، نحن بالمحل اتس فيري سيزونال، سو كان بدنا نعمل شيء نعطي شويه حركه برات السيزونز. فولدت الفكره هيك بالصدفه. هون كمان عم نشوف انواع شوكولا. هيدا كيك هون كارت كيك. اوكي جزر مبين يعني الجزرات. وكل هالالوان بالشوكليت بتخيل في عندكم 20 فليفر بالمحل صح؟ 20 طعمه حسب السيزونز، كل مره بنغير، كل مره بنعمل قصص جديده، كل ما حدا قالنا مثلا دقت هيك شيء بيرجع ثاني مره بنكون جربنا له شيء جديد. اوكي بس كل لون بنشوفه على الشوكليت يعني حتى هون على اللوحه في الوان، كل لون طعمه. لا الالوان مش طعمه، الالوان بس كرمال كولرز ما لهم طعمه، فيك تاكليهم بس ما لهم طعمه. إيلات يعني انت كرسامه وقت نشوف اللوحات تبعك بهذا المعرض على ايدين مين التلمستي يمكن من الاساتذه من الفنانين؟ يعني انا لما كنت صغيره اخذونا اهلي على فابريانو، عملت فتره هناك كذا كورس رسم، وبعدها الرسام الراحل حيدر حموي. حيدر حموي كمان عملت معه كورس، وجمالا فت على الجامعه كجرافيك ديزاينر، فكمان اول فتره من الجرافيك ديزاين نشتغل كثير بايدنا، فهذا شيء شجعني لبلش
ايه عم شوف هون اللوحات انه بتحسيهم شوي ابستراكت، بنفس الوقت في كتير استعمال للالوان بلوحاتك، يعني بينبسط الواحد يعني اذا انحطت ببيت انحطت بمكتب ما بحس فرح بكآبة، بحس فيهم فرح يعني فعلا. هيدي شو متى انت شو عملتيها شو مفكره فيها كفكره؟ يعني هيدي اسمها ماي هوم، تأثير الاشخاص اللي حوالي واللي بحبها على حياتي، ففي بتحس الماس مقسوم قسمين، في الشيء هيك شوي ساد وشوي شيء اللي فيه حياه اكثر. انت شو شفتي ديانا؟ يعني كل حدا بيشوف الاشياء لا إيه لا انا اصلا بطبعي بحب اللوحات كثير، مثلا هيدي بحب البورتري اللي شيء فيه نوع هي فيها مرايه اكثر مرايه؟ ايه اه اوكي حلوه اتس فيري نايس. هيدا استوديو تبعي هونيك برسم هونيك المطرح ما بيصير الجنون المطرح ما بيطلع المشغل المشغل فعلا حلوين كثير اللوحات. تقريبا تكلفه هيك اللوحات مثلا بتعرفي اللوحه بيقولوا عنها برايسلس او ما لازم تتسعر لانه هي شيء برايسلس بحد ذاته، انت كيف عامله الاسعار؟ يعني اجمالا انا رحت عند حدا اختصاصي ليقيم لي اسعار شغلي بالنسبه للاكسبيرينس اللي عندي اياها، يعني انا عارضه قبل مرتين بمهرجان مشكال سنتين ورا بعض بس ما عندي انف معارض لوحده، يعني هذا الشيء بالنسبة منيح للمعرض هو أنه أرخص اللوحات من غير لوحات يعني لغير فنانين. أوكي. عندك مشاركة بأكثر من 30 عمل مسرحي إيلات صحيح؟ صح. و15 فيلم من 2009 لهلأ، يعني عم نحكي 6 سنين من أول ما فت على الجامعة لهلأ. قد استفدت من كل هالتجارب؟ هذا الشيء كثير علمني الانضباط، علمني التعامل مع الناس، يعني انا رفقاتي كلهم بمجال الميديا يعني فكثير كان شيء كثير حلو، يعني مثل عائله ثانيه اكيد. اذا بدنا نحكي شوي عن الشوكولا يعني بحد ذاته، بتعرفي نابليون كان دائما يقول انه الشوكولا هو مثل كانه حب الحياه او عباره عن حب، قد ايه الانسان مثلا لازم يكون الشوكولا شيء اساسي بحياته؟ قد ايه هلا بتعرفي حسب العالم بس يوجوالي بيقولوا تشوكلت از يعني تشوكلت اذا بتاكليه اذا ما بتاكلي كثير اتس فيري هيلثي، في كثير انتي اوكسيدنتس خاصه وان اتس دارك تشوكلت ات هيلبس يو بي ان ا جود مود، فنحن دائما ما فينا غير ننصح الشوكولا خاصة النساء، يعني إذا معصبة بعطيها شوكولا بتروق ما فينا غير ننصح بالشوكولا خاصة لما الرجال بتكون تجيبوا كادويات. هلا كادويات أو خلال النهار يعني كلنا منقطع حبة شوكولا، نحن مبسوطين إنه عن جد في محل مثل بارتيكوليير لأنه أولاً معروفين بطعمة الشوكولا، ثانياً يعني عن جد عندكم أشياء يعني غيركم ما بيعملها، في لكل المناسبات في لكل الأعمار يمكن، فمنلاقي عندكم البدنة إياه. إيلات كمان يعني هالكومبينيشن مع بعض فكرة كتير حلوة، الله يوفقكم، نحن انبسطنا فيكم. بدنا نرجع نذكر بتواريخ المعرض، الاوبننج الافتتاح رح بيكون ب 13 نهار الجمعه من الساعه 6 للساعه 10 مساء، ومن 14 ل 18 كمان فيهم يتوجهوا على الحمراء بالمحل لحتى يشوفوا كل هالاشياء الحلوه والطيبه. أهلا لكم، يعطيكم ألف عافية صبايا، شرفتونا إلى دك نايزح وأيضا ميرا سنو، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله هالمعرض يعني لإلك إيلات يكون خير وبركة عليك والعالم تعجبون لوحاتك وأيضا يعني يستذوقوا كل أنواع الشوكولا إن كانت دارك شوكولات عادي شوكولا العادي على كل أنواعه، يعني هيك يلاقوا فيه شيء طيب. ثانك يو على الاستقبال الحلو. ثانك يو لك وسهلا فيكم وثانك يو للشوكلت يلي دقناهم برا كثير كثير طيبه. خلي لك اياها هيدي ما هيدي هلا حنكلها هلا. مشاهدينا بعد الاعلان ضلكم عم بتتابعونا انا وتامر ومع الفنانه الين اورفليان لنعرف كل شيء عن جديده وعن عملها الجديد بالقاهره.